كنت عارفة انك عايش، صحيح انت دلوق في غيبوبة، بس مصيرك تقوم منيها عشان ترجع حبيبتك من اللي اسمه سلطان. قوم يا أسامة، رجع خطيبتك اللي اتجوزها ابن عمك. الممرضة دخلت في الوقت ده وقالت: فرحت جدا ان المريض طلع عنده ام، اصله من زمان جوه وهو في غيبوبة. اعتاب بصت لها وقالت: من متى بالظبط وايه اللي حصل عشان يدخل في غيبوبة؟ اللي فهمته ان الشرطة عثرت على كذا شخص على شاطئ البحر، ومن ضمنهم ابن حضرتك، بس سبحان الله الكل طلع رايح. اللي هو صحيح عنده غيبوبة بقاله 5 سنين، بس الدكاترة لاحظت من شهر كده تحسن في الحالة، ده غير ايده اللي اتحركت من يومين. اعتاب بصت على اسامة وقالت في نفسها: ده معناه انهم غرقوا في البحر وحاولوا يطلعوا مني، والوحيد اللي قدر يطلع من البحر عايش هو اسامة، حتى لو في غيبوبة، المهم عندي انه طلع عايش، لانه هيكون ورقة رابحة جدا بالنسبة لي. وفي الطريق رحت اسكندرية قبل كده؟ زينة هزت راسها وقالت: بصراحة لا، بس دايما بشوف ليها صور على التلفزيون وعلى النت كمان، هي جميلة قوي من بعيد. سلطان حط ايده على ايديها وقال: وانتي قريبة منها اجمل كمان. سلطان حاول يبطأ سرعة العربية شوية لكنه فشل، علشان يقول ايه اللي حصل. سلطان دس فرامل كذا مرة لكن مفيش فايدة، علشان يقول الظاهر ان العربية مفيهاش فرامل، بس ازاي ده حصل؟ سلطان ما كانش عارف يسيطر على العربية. اما زينة صرخت من الخوف علشان سلطان يقول لها: زينة افتح الباب وارمي نفسك فورا. زينة هزت راسها وقالت: لا يا سلطان، انا مش هسيبك لوحدي، اعملي اللي بقولك عليه، لو عملتك ده هنعيش احنا الاتنين، يلا يا زينة. زينة فتحت الباب وبصت لسلطان اللي زقها على طول، وفجأة العربية دخلت في شجرة ضخمة، علشان زينة اللي وقعت على الأرض تبص على العربية بصدمة. زينة حاولت تقوم من على الأرض لكن ما كانتش قادرة، لأن الوقعة كانت جامدة قوي على جسمها الضعيف، واتكلمت بصوت ضعيف وقالت: سلطان سلطان. زينة غمضت عينيها وفقدت الوعي. وفي المستشفى سلطان كان قلقان قوي على زينة، وكان منتظر الدكتور يطمنه ويقوله إنها بخير. الدكتور فحص زينة وسلطان بصله وقال: هي بخير صح، ما تجلكش، دي كدمات بسيطة وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتور، هو ينفع لما تفوق اخدها؟ طبعا، بس قبل ما تاخدها عدي عليا علشان تاخد الرجيت. سلطان هز راسه والدكتور طلع، اما سلطان حط ايده على ايد زينة وقال: تعرفي ان جلكت عليكي جوي؟ زينة فتحت عينيها وقالت وهي مش شايفة قوي: سلطان سلطان. ما تجلجيش يا زينة، انا جنب، انت بخير؟ سلطان بدلها الابتسامة وقال: الحمد لله انا بخير، بس الظاهر انك انت اللي مش بخير، ما هاني لو اعرف ان جسمك ضعيف كده ما كنتش خليتك نطيتي، انت اللي قلت لي اعمل كده. سلطان بس ايديها بكل حنية علشان زينة تتكسف قوي من فعلته دي. صدقيني عقلي وقف في اللحظة دي وما عرفتش افكر، حقك عليا يا زينة البنات، حصل خير، المهم دلوقتي اننا بخير. الا صحيح، انت خرجت ازاي من العربية؟ بص يا ست البنات، لما انت نطيتي انا نطيت من بعدك على طول، والعربية وقفت لما دخلت في الشجرة، وعشان انا اقوى منك بكتير طلعت منيها سليم الحمد لله، بس اني مش ضعيفة. سلطان شالها من غير ما يديها اي فرصة انها تتكلم، علشان يبص في عيونها اللي كانت باينة من النقاب. هو مين قالك انك ضعيفة؟ انا ما جبت سيرة انك ضعيفة، المهم دلوقتي لازم اروح اجيب الروجيتا من الدكتور عشان نطلع من هنا ونروح شقتنا. هو احنا كده في اسكندرية؟ سلطان هز راسه بنعم، وزينة بصت حواليها بخجل من نظرات الممرضين ليها، وسلطان شايلها بين ايديه وهو مش مكسوف. وبعد مدة من الوقت، وبالتحديد في الشقة اللي كان اشتراها سلطان عشان كان بيبقى عنده شغل دايما في اسكندرية، زينة كانت مستنية سلطان يرجع من الصيدلية، فهو دخلها الشقة وطلع علشان يروح يجيب العلاج اللي الدكتور كتبه ليها. الباب خبط علشان زينة تقوم زي المجنونة، وبسبب عفويتها دي اتألمت قوي علشان تسند على الكرسي وتقول بوجع: يا جسمي. سلطان حط ايده في جيبه وقال: كويس ان المفتاح معايا، ممكن تكون نامت. سلطان فتح الباب ولما لقى زينة سند على الكرسي وباين عليها الوجع جري عليها زي المجنون وقال: زينة انت كويسة؟ زينة بصت له بغضب وقالت: ولما حضرتك معك مفتاح الشقة بترن الجرس ليه؟ ولا انت غاوي تتعبني معك وخلاص؟ سلطان سندها لحد السرير علشان زينة تقعد على طرفه علشان يتكلم سلطان: وحضرتك جاي من مستعجلة ليه؟ هو حد جالك ان في حرامي بيجري ورايا؟ يعني انا غلطانة ان جمت عشان افتح لك الباب؟ على عموم بعد كده لما تخبط مش هفتحه، ارتحت. سلطان قعد جنبها ومسك ايديها وقال: ما تزعليش مني حقك عليا، المهم دلوقتي انت كويسة؟ يعني مش حاسة بوجع؟ زينة هزت راسها وقالت: لا انا بخير ما تجلكش. سلطان ابتسم بهدوء وقال: على عموم انا جبت واكل معايا، هروح احضره على السفرة.
زينة مسكت في ايدي وقالت مش قلتلك بلاش وكلي من برة؟ والله حضرتك خايف تدوق وكلي. لا مش خايف ولا حاجة، واقولك الصراحة انا متشوق جوا دوجو، بس انتي النهاردة تعبانة فمش عايزة تعبك معايا. زينة ابتسمت وسلطان سحب ايديها وطلع علشان زينة تبص على قصره بنظرات كلها اعجاب. وبعد مرور عدة ساعات اعتاب رجعت من برة بعد مادة الدكتور المسؤول عن حالة اسامة رقمها علشان يرن عليها لو حصل اي حاجة. اعتاب اتنفست بهدوء وقالت كويس اني رحت سألت في المستشفى، كانت فكرة ذكية منك يا اعتاب لما رحت المستشفى القريبة من البحر اللي اسامة ناوي يسافر من خلاله. كنت فين المدة دي كلها؟ انا قلقت عليكي. ما تقلقيش انا بخير، هو انا بس رحت شفت بابا، اصل كان تعبان شوية. وما قلتليش ليه كنت جيت معاكي؟ ملهوش لزوم اتعبك معايا، وبعدين هو بخير دلوقتي. امال العرسان فين؟ سلطان خد زينة وراحوا اسكندرية، اصل سلطان عنده كم حاجة كده هيعملها هناك وهيرجع. يرجع بالسلامة ان شاء الله. طب روحي غيري هدومك على محضر الوكل. ماشي يا حبيبتي. صفية راحت ناحية المطبخ عند هنية اللي كانت متضايقة من صفية قوي بسبب كلامها معاها. اعتاب ربعت ايديها وبصت عليهم وقالت على ما يرجع سلطان هيكون اسامة طلع باذن الله تعالى، وساعتها هنتفرج على فيلم اكشن قوي جدا، بس يا ترى مين هيكون البطل في النهاية؟ هنية بدأت تغرف الاكل في الاطباق وصفية بصت عليها بحزن وانها ما راعتش شعور هنية خالص، خصوصا ان بقالها 5 سنين مستنية ابنها يرجع، ده غير الوجع اللي كل يوم بتحس بيه. صفية راحت حضنتها وقالت حقك عليا يا هنية، انا اسفة ما كنتش اقصد ان اكلمك كده والله، بس انت عارفة الشيطان شاطر. ولا يهمك يا صفية، وعلى فكرة بقى انا مش بزعل منك مهما قلتي، عارفة ليه؟ عشان انت اختي الصغيرة يا هبلة. صفية بست ايد هنية وقالت ربنا يخليلنا قلبك لوبيض ده. وعلى الجهة الاخرى سلطان حضر الاكل على السفرة وسند زينة لحد الكرسي اللي هتقعد عليه. زينة قعدت على الكرسي وقالت ما كنتش اعرف ان عمدة بلدنا حنين جوك ده. سلطان بصلها بكل تركيز وقال قوليلي يا زينة كنت شايفاني ازاي؟ صحيح ولا مرة اتكلمنا ولا تعاملنا مع بعض، بس اكيد كان في انطباع. زينة خدت نفس عميق وقالت مش هكدب عليك يا حضرة العمدة، بصراحة انا كنت بقول لأسامة انك شخص متكبر ومغرور شوية. سلطان اتضايق قوي من نطقها لاسم أسامة علشان يبص في الطبق اللي قدامه ويقول خلينا ناكل احسن. انت زعلت؟ انا معترف ان كنت واخدة فكرة غلط عنك، بس صدقني ما كنتش اقصد انك تزعل. سلطان ابتسم ابتسامة جانبية وقال اهدي يا زينة انا ما زعلتش ولا حاجة، بس بقول نحترم الوكل شوية. زينة هزت راسها وهي مبتسمة وبعد شوية ما تقلقش يابا احنا كويسين من العربية دلوقتي في الورشة بتتصلح، المهم ما تقولش حاجة لامي ولا لمرات عمي، انت عارف ان عقلهم صغير شوية. صفية سمعت الكلمة الاخيرة علشان تمسك التليفون من جوزها وتقول كنت بتقول ايه يا ابن صفية؟ عيد كلامك كده. مفيش يامة، وبعدين ايه دخلت المخابرات دي؟ انت كويس يا حبيبي؟ احنا زي الفل يا ست الكل، المهم انت ايه اخبارك؟ طمنيني عليكي، اخدتي علاجك؟ يا حبيبي الحمد لله. روح ارتاح انت الوقت اتأخر. حاضر، سلميلي على عمتي هنية وعمتي اعتاب اللي ربنا يهديها يا رب، وما تنسيش توصلي سلامي لعم حمدان. حاضر. سلطان انهى المكالمة وزينة كانت قاعدة على كرسي استراحة وبتسرح شعرها اللي ما كانتش عارفة تتعامل معاه بسبب الكدمات اللي في ايديها. سلطان قام وقتها وقرب منها وقال هات المشط يا زينة خلينا ساعدك، وبعدين الوقت اتأخر ولازم تنامي. زينة اديت له المشط من غير ما تتكلم ولا كلمة علشان سلطان يبدأ يسرح لها شعرها بكل حنية علشان زينة تبص في صورته في انعكاس المراية وتبتسم. سلطان بصلها في المراية وقال أمور يا زينة البنات، هو أنا مش عايزة حاجة، بس بصراحة كده أنا في سؤال محيرني شوية وبلاش تفهمني غلط. اسألي يا ستي وبوعدك أني أفهمك صح. هو أنت ليه قلت على مرات عمك ربنا يهديها؟ أقصد يعني هي مش كويسة؟ لا أبدا، بس هي بتحب الدراما شوية، بس صدقيني قلبها أبيض. أقول لك حاجة وبلاش تزعل مني، بصراحة كده أنا ما شفتش في نقاء وصفاء قلب خالتي هنية، وعلى فكرة بتحبك قوي وده باين من كذا موقف ليها. سلطان مسك منها الدبوس ولف شعرها وثبته بيه وقال عمتي هنية أقرب شخص ليا في البيت، يمكن أقرب من أمي نفسها، بس أنا بحاول أسوي بينهم على قد ما أقدر، أصل أمي بتغير عليا شوية. زينة قامت من على الكرسي وقالت وممكن تغير عليك مني؟ ده على حسب طريقتك معايا قدامها. زينة سكتت وسلطان بص في الساعة وقال ايه مش هننام بقى؟ زينة هزت راسها وقالت يا ريت والله، اصلي حاسة ان دماغي هيجرى لها حاجة من قلة النوم. سلطان حط ايده على شعرها وقال مالك يا حبيبتي؟ زينة وقتها حست بكهربا في جسمها
أول ما سلطان قال لها يا حبيبتي علشان تاخد خطوة لورا وتقول بارتباك مفيش حاجة، بس أعتقد لو نمت هرتاح، تصبح على خير وانتي من أهله. زينة راحت نامت على السرير وسحبت البطانية عليها وفرحت قوي بالكلمة اللي قالها سلطان، لكن محبتش تبين قدامه. وفي صباح يوم جديد زينة فتحت عينيها على وش سلطان الرجولي جدا علشان تحط ايديها على دقنه المنبت بالكتير من الشعر. سلطان حط ايده على ايديها وكان لسه مغمض عينيه علشان زينة تحاول تسحب ايديها، لكن كل محاولتها باقت بالفشل. سلطان فتح عينيه وقال ايه الصباح الجميل ده. زينة كسفت قوي من قربه ليها كده، اما سلطان رجع بعض الخصلات اللي كانوا على عينيها ورا علشان زينة تقول هو اني ممكن اطلب منك طلب؟ جوي جوي بصراحة لو خفيت دقنك دي شوية هيبقى شكلك احلى بكتير. سلطان رفع حاجبه وقال وهل ده طلب؟ انا افتكرتك هتقولي حاجة غير كده خالص. زي ايه؟ زي اننا نتمشى شوية على البحر، لان صدقيني مفيش احسن من هوا اسكندرية. والله انت وزوجك من عيوني، بس الاول هروح اعمل كام حاجة كده. مش هتفطر؟ هنفطر على البحر. زينة هزت راسها، اما سلطان قام من جنبها ودخل الحمام. زينة حطت ايديها على راسها وابتسمت. وبعد مدة من الوقت زينة غيرت هدومها ولبست نقابها، لان سلطان رن عليها وقال لها انه جاي وطلب منها تلبس علشان يمشوا على طول. وفجأة الباب اتفتح علشان يدخل سلطان ويتجه ناحية الأوضة، اما زينة بصت له والابتسامة مرسومة على وشها. اما سلطان ما كانش عايز يبعد انظاره عنها، فهو ما كانش عارف يكتفي من النظر ليها. زينة راحت عنده وحطت دراعها في دراعه وقالت مش يلا ولا ايه؟ ضروري يعني؟ هو ايه اللي ضروري؟ سلطان فاق من شروده وهز راسه وقال طبعا لازم نمشي، وبعدين الوقت اتأخر قوي. زينة ما كانتش فاهمة ولا كلمة من سلطان اللي ما كانش عارف يسيطر على مشاعره اكتر من كده. في نفس الوقت تليفون اعتاب رن، فكان المتصل الدكتور المسؤول عن حالة اسامة علشان اعتاب ترد بلهفة وتقول في حاجة جديدة حصلت؟ المريض فاج ومش على لسانه غير زينة. هي مين زينة دي؟ هي حبيبته؟ لا دي خطيبته. على عموم انا جاية حالا. اعتاب قفلت مع الدكتور من هنا وربعت ايديها وبصت على صورة موضوعة على الحيطة تجمع جميع افراد العائلة علشان تدقق فيها قوي وتقول انها هي جربت جوي وطلعوا أسامة من المستشفى هيخرب كل حاجة اتبنت خلال السنوات الاخيرة. وبعد مرور اسبوع كامل زينة وسلطان رجعوا من اسكندرية، وفي الاسبوع ده زينة حبت سلطان قوي، وطبعا سلطان حب زينة من اول نظرة نظرها ليها. زينة كانت واقفة قدام المراية والابتسامة مش بتفارق وشها علشان تقول أنا مرضيتش أخد الخطوة دي غير لما أتأكد من مشاعري، كنت مفكرة أني مستحيل أحب غير أسامة، بس فعلا محدش ليه سلطة على قلبه. يلا يا زينة انزلي. انزلي أكيد سلطان رجع. زينة لبست نقابها ونزلت زي المجنونة، ولكن وقفت فجأة لما شافت أسامة. زينة خدت صدمة عمرها في الوقت ده. هنية كانت بتبوس ابنها بكل لهفة، أما باقي العائلة كان فرحان قوي وكأنهم نسيوا موضوع جواز زينة من سلطان. أسامة بص ناحية السلم وتفاجئ بوجود زينة اللي قدر يعرفها على طول من عيونها. سلطان كان واقف على جنب، ورغم الفرحة اللي في قلبه إلا أن الخوف سيطر عليه من رد فعل أسامة. هنية راحت مسكت إيد أعتاب وقالت والدموع نازلة من عينيها أنا مش عارفة أقول لك إيه يا أعتاب، شكرا جاوي أنك رجعت لي ابني. أسامة ابني زي ما هو ابنك يا هنية، وبصراحة كده أنا لما عرفت البحر اللي كان ناوي أسامة يسافر من خلاله وعرفت أن جنبه مستشفى قلت لازم أروح أسأل يمكن يطلع موجود هناك، وفعلا بفضل ربنا طلع موجود. أسامة راح وقف قدام زينة والابتسامة رسمت على وشه وقتها علشان يمسك إيديها بكل حب ويقول يعني كنت عارفة أني جاي عشان كده موجودة هنا. سلطان بص على أيديهم وحاول يسيطر على أعصابه، ده غير عروق إيديه اللي برزت جدا لحظة ما مسك أسامة إيد زينة. زينة بصت لسلطان اللي كان بيحاول على قد ما يقدر يتحكم في أعصابه، أما أسامة قال مالك يا حبيبتي حد زعلك؟ آه أنا عرفت أكيد زعلانة مني عشان سبتك المدة دي كلها لوحدك، بس ما كانش بيدي والله، زي ما قالت عمتي أعتاب أنا كنت في غيبوبة. عارفة يا زينة إنك ما رحتيش من خيالي أبدا حتى وأنا في الغيبوبة، كنت دايما معايا، أنا هنا بسببك يا زينة، أنا رجعت للحياة عشانك. هنية حطت إيديها على بقها والدموع نزلت من عينيها، لأن ابنها لو عرف الحقيقة ممكن يروح فيها وهي مش مستعدة تخسره تاني. زينة أنت ليه مش راضية ترد عليا؟ زينة سحبت إيديها من إيد أسامة اللي بص على إيديها واتفاجئ بوجود دبلة فيها علشان يقول إيه ده؟ مش المفروض الدبلة دي تكون في يدك اليمين؟ زينة تكلمي ساكتة ليه؟ هنية راحت عند أسامة ومسكت في دراعه وقالت أسامة تعال معايا أنا هشرح لك كل حاجة. تشرحي لي إيه يما؟ هي مش زينة خطيبتي وكان المفروض نكون متجوزين، بس الحياة رفضت وقتها
بس أني خلاص رجعت وهعمل فرح كبير قوي زي ما كنت وعدكم. اعتابت دخلت في الوقت ده وقالت: ما ينفعش يا أسامة، ما ينفعش تعمل فرح دلوقتي ولا بعدين. أسامة بصلها بنظرات غير مفهومة علشان يقول: تقصدي إيه يا عمتي بكلامك؟ أصل سلطان اتجوز خطيبتك. أسامة خد خطوة لورا بصدمة، أما هنية سندته على طول وقالت: عشان خاطري تهدى. أسامة بص لزينة اللي حطت وشها في الأرض عشان يغير اتجاه عيونه لسلطان اللي كان ساكت تماما. أسامة راح عند سلطان زي المجنون وقال: مين اللي اداك الإذن تتجوز خطيبتي؟ أسامة عيبك، ده أخوك الكبير. لا يا عمي، الأخ الكبير مش بيعمل كده في أخوه، ده خد حبيبتي مني. نبيل راح عندهم وقال: حاولوا تهدوا يا شباب شوية، وبعدين يا أسامة يا ابني لازم ترتاح، أنت أكيد لسه تعبان. سلطان كان ساكت تماما، أما نبيل وحمدان خدوا أسامة من قدامه بالعافية قبل ما أسامة يعمل حاجة، ونبيل قال: خد ابنك على فوق يا هنية، والموضوع ده هنتكلم فيه بكرة لأن الوقت اتأخر. هنية هزت راسها وخدت ابنها بصعوبة على أوضتها. أما الكل غادر الصالون ما عدا سلطان وزينة اللي كانت واقفة مكانها وما كانتش مستوعبة لحد دلوقتي اللي حصل. زينة بدأت تخطو خطوات ناحية سلطان لحد ما وقفت قدامه وقالت: سلطان. سلطان ما ردش عليها وطلع على فوق، أما زينة بصت على قصره والدموع في عينيها علشان تقول: لا يا سلطان، ما ينفعش، ما ينفعش اللي بتفكر فيه يحصل. أنا لو كنت أعرف إن أسامة عايش ما كنتش وافقت على الجوازة دي من الأساس، بس الظاهر إن القدر رافض فرحتي. سلطان دخل أوضته وقفل الباب وراه وقعد على الكنبة وحط وشه بين إيديه. سلطان رفع راسه حاجة بسيطة ناحية صورة جده علشان يفتكر اللي طلبه جده من سنة تقريبا، فلاش باك جده وهو بيروح: سلطان اسمع مني يا ولدي، أنا مش هرتاح أبدا غير لما تتجوز زينة. البنت استنت أسامة كتير قوي بس هو مرجعش. أنا السبب يا ولدي، أنا اللي طلبت منيها تستنى. البنت ضيعت من عمرها كتير قوي لحد ما الكل بدأ يشك في شرفها عشان خاطر يا ولدي. اتجوزها وسكت الناس، دي اعتبرها وصيتي ليك قبل ما موت. سلطان وقف قدام الصورة وقال والدموع نازلة من عينيه: مرتاح كده يا جدي؟ أنا عملت زي ما طلبت مني واتجوزتها، بس إيه اللي حصل؟ أسامة رجع ولسه بيحبها، وبصراحة هي من حقه لأن هو اللي حبها الأول وأنا اللي دخلت ما بينهم. سلطان بص لتحت وقال: مش هقدر أطلقها، مش هقدر أشوفها مع غيري، أنا حبيتها قوي يا جدي. شفت طلبك عمل في أحفادك إيه؟ أسامة مستحيل يسيب زينة، وأنا مستحيل أكسر قلبه، ده أنا ما صدقت إن طلع عايش. قولي يا جدي أعمل إيه؟ أنا محتار قوي، قولي أعمل إيه؟ حل المشكلة اللي أنت وجعتني فيها دي. سلطان قعد يضرب الحيطة بإيديه وقعد يقول بزيق: قول يا جدي ايه الحل، ارجوك قول لي ايه الحل. انا لا عايز اخسر ابن عمي ولا عايز اخسر زينة، لان الموضوع صعب عليا قوي. وفي نفس الوقت الكلام اللي قالته عمتي اعتاب ده صح يما؟ ساكتة ليه؟ قولي لي حاجة. هنية هزت راسها والدموع نازلة من عينيها علشان اسامة ياخد خطوة لورا ويقول: وانت وافقتي على المسخرة دي يما، ولا كنت مفكرة ان ابنك مات؟ هنية هزت راسها ومسكت ايد ابنها وقالت: ما حصلش، أني كان عندي أمل إنك عايش، وما فيش مرة الأمل ده جل. بس عايزك تفهم يا ولدي، زينة فضلت 5 سنين مستنياك لحد ما الكل اتكلم عليها واتهمها بشرفها، قالوا كلام عفش كتير عليها، وسلطان عشان يسكت الناس دي راح اتجوزها. صدقني يا ولدي سلطان كان رافض، بس أنا أقنعته لأن البنت صعبت عليا. خلاص يما يطلقها، ومشكور قوي على اللي عمله. انت بتقول ايه يا ولدي؟ وبعدين مش يمكن زينة حبته؟ انت ترضى تاخد واحدة بتحب واحد تاني؟ ازاي ياما ازاي؟ زينة قدرت تحبه على طول كده؟ زينة ما حبتش جدي ياما، وانا متأكد من الحاجة دي. انا عارفة ان الحقيقة مرة، بس انت لازم تتقبلها يا ولدي. اتقبل ايه ياما؟ انت فاهمة انت بتقولي ايه؟ بقول لك زينة ما راحتش من بالي في 5 سنين دول، تروحي تقولي لي لازم تتقبل الحقيقة؟ زينة فتحت الباب ودخلت، لقيت سلطان قاعد على الكنبة وحاطت وشه بين ايديه. زينة وقفت قدامه وقالت: اوعى تظلمني معاك يا سلطان. مش بيدي يا زينة، وبعدين أسامة رجع والمفروض تكوني فرحانة، محدش ليه سلطة على قلبه، وصدقني اللي حصل ما كانش بإيدي. والمعنى سلطان أنا حبيتك ومش ندمانة أبدا على حبي ليك. سلطان سحب ايديه وقام وقف علشان يقول: ما ينفعش يا زينة، ما ينفعش، أنا مش هخسر ابن عمي عشان أنانيتي. واني عادي كده تخسرني؟ ما يمكن المشاعر مش واحدة. مين قالك ده؟ ده اني بحبك اضعاف حبك ليا. رد عليا يا سلطان، انت ناوي على ايه؟ سلطان غمض عينيه وطلع الكلمة بصعوبة: احنا ما ينفعش نكمله مع بعض يا زينة.
زينة خدت خطوة لورا بصدمة، أما سلطان فتح عيونه وقال إحنا لازم نتطلق. دموع زينة نزلت في الوقت ده، وسلطان علشان ما يضعفش قدامها راح دخل الحمام على طول. وبعد شوية سلطان طلع من الحمام وهدومه كلها كانت غرقانة مية، علشان زينة تجري عليه وتقول إيه اللي عملته ده، وبعدين الجو بارد. زينة فتحت الدولاب وطلعت فوطة وبدأت تنشف جسمه من المية. سلطان زق زينة عنه علشان زينة تبصله والدموع في عينيها. انت بتحبني ولا ايه؟ سلطان مردش عليها علشان زينة تمسك في دراعه وتقول رد عليا، انت بتحبني ولا لا؟ سلطان وهو بيحاول يبعد انظاره عنها، انا اتجوزتك لان جدي الله يرحمه طلب منك ده. ده مش جواب برضو، بص في عيوني وقولي بتحبني ولا لا. سلطان وهو مازال على وضعيته حبي ليكي غلط، رد يا سلطان بتحبني ولا لا؟ سلطان ما قدرش يتحكم في اعصابه علشان يقول بصوت جهوري يا زينة بحبك وحبي ليكي كان اكبر غلطة ولازم تتصلح. غلطة؟ سلطان خد مفاتيح العربية وقال قبل ما يطلع من الأوضة غلطة ولازم تتصلح. سلطان طلع وقفل الباب وراه جامد قوي علشان زينة تقعد على الارض وتبكي بكل حرقة. وفي الجنينة سلطان كان رايح يركب عربيته لكن وقف فجأة لما اسامة قال سلطان استنى. سلطان وقف مكانه وأسامة راح عنده وحضنه على طول علشان سلطان يتفاجئ من عملته دي. أمي جالت لي على كل حاجة وحقيقي مش عارف أشكرك إزاي، أنت اتجوزت زينة عشان تسكت الناس وصدقني مش هنسلك الجميل ده. سلطان هز راسه وأسامة قال بص يا سلطان، أنت عارف إن زينة خطيبتي وحبيبتي ووجودها معاك مش هينفع، ومن غير ما تقول يا أسامة أنا عارف الكلام ده كويس، عن إذنك لازم أمشي عندي مشوار مهم. سلطان فتح باب العربية وركب ومشي وهو سايب قلبه مع معشوقته اللي جرحها بكلامه. وبعد مدة من الوقت سلطان وقف العربية في مكان ما فيهوش ولا مخلوق علشان ينزل من العربية ويقع على ركبته ويصرخ بأعلى صوت، فكان بيحاول يطلع كل أوجاعه. زينة قامت على طول لما لقيت الباب بيخبط علشان تفتح بلهفة وتقول سلطان. زينة انصدمت لما شافت أسامة علشان تجري تلبس النقاب، أما أسامة يبتسم ويقول ماشي يا ستي مقبولة منك، بس على فكرة كلها شهور وتجلعي قدامي عادي. مش فاهمة، لما سلطان يطلقك وعدتك تخلص انا هتجوزك. زينة لفت الناحية التانية واسامة قال مالك يا زينة انت مش فرحانة ولا ايه؟ زينة ما ردتش عليه علشان اسامة يمسك دراعها ويقول زينة اوعي تكوني بتحب سلطان. زينة بصت له وقالت والدموع نازلة من عينيها غصب عني والله غصب عني. اسامة ضغط على دراعها وقال افهم انك ده انك بتحبيه؟ اسامة حاول تفهم حبي لسلطان ما كانش بإيدي، صدقني محدش ليه سلطة على قلبه. أسامة ساب دراع زينة وطلع من الأوضة، أما زينة مسحت دموعها وقالت أنا مش هكون غير ليك يا سلطان، أنا عارفة أنك قلت الكلام ده عشان أكرهك بس ده مش هيحصل. وفي تمام الساعة الواحدة بالليل زينة كانت بترن على سلطان اللي تليفونه كان غير متاح علشان تقول معقول يكون جراله حاجة، ده أول مرة يتأخرك ده. زينة كانت طالعة لكن الباب اتفتح وسلطان دخل من غير ما يتكلم علشان زينة تقول اجده تخلينا اجلج عليك. سلطان بعد زينة عنه وراح نام على السرير بجزمته علشان زينة تروح تقلعه الجزمة، والدموع متجمعة في عينيها بسبب معاملة سلطان ليها. زينة حطت جزمته على جنبه وراحت نامت جنبه وحطت ايديها على خده وقالت عايزك تفهم كويس اني مش هكون لغيرك، ولو القدر رافض نكون مع بعض مش هتجوز خالص، هفضل اجده لحد ما القدر يأذن لنا تاني. زينة غمضت عينيها وغرقت في أحلامها، أما سلطان بسها في راسها وقال أني لو بإيد أخدك ونبعد عن العالم ده كله، بس لو عملتك ده هخسر أسامة وعمتي هنية والعيلة اللي جدي لم شملها قبل ما يروح، هتتفرج بسببي فحاولي تفهميني يا زينة أرجوك ما تبجيش زيهم. وفي صباح يوم جديد هنية قامت من النوم وقالت أسامة أسامة. هنية قامت من على السرير زي المجنونة وقعدت تدور على ابنها اللي كان موجود معاها طول الليل. هنية راحت أوضة أسامة وفتحت الباب وما لقيتهوش جوه علشان تجري على أوضة سلطان وتخبط على الباب وتقول سلطان سلطان. سلطان قام على طول وفتح لها الباب وهنية مسكته من دراعه وقالت أسامة أسامة مش موجود في أوضته يا ولدي. سلطان بص في أوضته واتفاجئ إن زينة مش موجودة برضه علشان يروح يفتح باب الحمام وينصدم إنها مش موجودة في الحمام علشان يقول زينة مش موجودة برضه هيكونوا راحوا فين بس يا ربي. سلطان طلع من قطه زي المجنون وهنية طلعت وراه والعيلة كلها طلعت على صوت هنية واتكلمت اعتاب وقالت في ايه يا هنية أسامة مش هنا ولا زينة. اعتاب انصدمت وقالت في نفسها هيكونوا راحوا فين ويا ترى بيعملوا ايه دلوقتي، معقولة زينة لسه بتحب أسامة
دي اللعبة شكلها حلوة قوي. الكل وقف مكانه لما شاف أسامة وزينة داخلين، علشان سلطان يروح على زينة ويمسك دراعها بقوة ويقول كنت فين على الصبح كده؟ اهدى يا سلطان، زينة كانت معايا. أسامة قال كده على أساس يهدي سلطان، لكن ما يعرفش ان بكلامه ده أشعل نيران بداخل سلطان. زينة بصت لتحت وأسامة قال أنا ما طلعتش من نفسي، زينة اللي طلبت مني. سلطان بص لزينة بصدمة، علشان أسامة يكمل ويقول زينة بتحبك يا سلطان. سلطان اتفاجئ من كلام أسامة اللي كمل وقال أنا عارف إن كلكم متفاجئين من كلامي، بس مش أنا اللي اتجوز واحدة بتحب غيري. هو صحيح أنا وزينة كنا بنحب بعض، بس اللي حصل غير كل حاجة. زينة اتجوزت سلطان وحبته، وده حقها، لأن أنا واحد كان شبه ميت في نظركم، بس من النهاردة زينة هتكون مرات أخويا. أسامة وقف قصاد سلطان وقال زينة قالت لي إنك اتجوزتها عشان جدي طلب منك كده. زينة بتحبك وانت بتحبها، واني مستحيل اكون عائق ما بين حبكم. أسامة انت سلطان، انا بقول الكلام ده وانا مقتنع 100%، وبعدين احنا مش هنخسر بعض عشان كده، ولا ايه يا جماعة؟ سلطان حضن أسامة اللي همس في ودنه وقال انا اخوك يا مجنون، واللي يفرحك يفرحني. هنية راحت حضن زينة وبستها على راسها، وأعتاب كانت متعصبة قوي ان خطتها فشلت، لانها كانت متوقعة انها تنتهي بخلاص حد، لكن ما حصلش كده. وبعد عدة ساعات قلت لأسامة ايه يا زينة؟ قلت له اني بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك. وبصراحة أسامة طلع عاجل قوي وتفهم كل كلمة قلتها، واني وافقت على طلوعك ده قلبك ابيض يا ابو علي. ومين علي ده؟ ابننا. وبعد مرور عدة سنوات سلطان وزينة عاشوا حياة مليانة بالسعادة، خصوصا بعد ما جي علي، وأسامة اتجوز بنت من اختيار زينة، فكانت النسخة التانية من زينة، وعاش معها أسعد لحظات حياته وجاب منها رقية. أما أعتاب اتغيرت تماما وبقت طيبة جدا مع الكل، وبطلت تعمل حركاتها دي، وراحت واعتذرت من صفية بعد ما كانت مطلعة عليها إنها كانت بتعيرها إنها مش بتخلف، لكن دي ما كانتش حقيقة، وصفية قبلت اعتذارها، وبقى في مودة وحب بينهم هما التلاتة، صفية وهنية وأعتاب. وفي يوم سلطان رجع من بره وكان مرهق جدا لأنه سافر اسكندرية علشان يقضي حاجات تبع شغله. سلطان فتح الباب ولقى زينة بتحاول تهدي علي اللي كان بيصرخ بصوت عالي. زينة أول ما شافت سلطان ابتسمت وقالت غريبة أنك حلقتها دلوقتي. سلطان راح وقف قدام المراية وقال بس أنا اللي حاسس إن ده مش أنا. زينة حطت علي في سريره وراحت عند سلطان وقالت بالعكس أنت بقيت أحلى بكتير كده. علي نام، تخيل أول ما دخلت نام الابن حس بوجود أبوه، إزاي ما يحسش بيا وهو واخد كل ملامحي. زينة وقفت قدام سلطان وقالت مش شبهك لوحدك يا أستاذ. سلطان قرب منها وقال أنا حياتي اتغيرت على إيدك أنت وعلي يا زينة البنات، من ناحية التغيير علي هيغيرك وهيغيرني أنا شخصيا، ده طول الوقت بيعيط. طب خلاص ارتاح أنت النهاردة وأنا اللي هسهر بيه لو جام، بس أنت شكلك تعبان. وفجأة علي صحي وبدأ يعيط، وسلطان ضحك وقال علي حلف بالله انه ياخد الليلة كلها عياط. زينة ضحكت وسلطان قاعد على السرير وحط ابنه على رجله. زينة راحت وقعدت جنبهم وبدأوا يغنوا لعلي اللي بدأ يهدى. سلطان بص لزينة وقال انا عايز بنوتة جمر زي مراتك ده عشان تكون ونس للواد علوة. زينة خدت منه علي وقالت ده لما علي يهدى شوية. وبدأ يلقي ليها شعر من تأليفه، منذ دخولك على حياتي وأنا أصبحت أقرب إلى الله، يا من ملكت قلبي وكل حواسي، كيف أخبرك عن مدى اشتياقي لك وأنا في الخارج، والله كل ثانية بكون بعيد عنك فيها بتموتني مليون مرة. زينة بصت له وابتسمت وقالت أبو علي الشاعر بحبك قوي. والحد هنا خلصت قصتنا، وأتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.